مين حامي شرب الخليل وزعرانه؟ 1544 بيكشف بالتفاصيل جريمة كفر دبيان مع أهل الضحية وأحد الناجين من المجزرة. أنا عربي تشارلي إبدو بكيتني على حالي لما انتحلوا صفة 1040، وقع جورج إرداحي والمواطن ضحية قرصنة مبرمجة. لكل من يعرف أي معلومة عن هدى وندى رجاءً الاتصال فينا. هيك بلشت القصة، وشوفوا الليلة كيف انتهت. لا بنتي متغير كل عالم، ما بعرف شو صايبة. وصلت على ساحة مي سري. 1544 رح يعرفكن الليلة على هوية صاحب المهنة يلي رح نحقق له حلمه بالنجومية. شو جابك عحينا يا صغيرين؟ عاد عيون الموعودة. بدولة 8 و14، ابن ال14 سنة بيسوق فان 14 راكب وما حدا بيحاسب. اللي 4 سنين سوق اوتوماتيك عادي اللي سنتين. 1544 مع توني خليفة، ليلة 9:30 على الام تي في.